صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى دابا جينا باش نتغداو، خرج انا والبنات باش ناخذوا الخضيره وداكشي كما قلت لكم. اليوم انا غندير ديك الخريجه للطبيعه، نسى غنشارك معكم ان شاء الله نهارنا. جينا كما قلت لكم للسوق، السوق قريب لعند فاطمه، فين ساكنه فاطمه اختي. غادي ناخذوا الخضيره، ناخذوا الديسر كداكشي الخاصنا، عاد ان شاء الله نمشيو ونبداو نهارنا. تبارك الله يا البنات، الخير عندنا في المغرب ما شاء الله. فوزية كتقدا الديسير. صباح الخير. كي صبحتي؟ سانك سانك بخير. غيز لنا الوليدة كياخدوا الخضيرة. صح، خدي هذا، هذا كيبان زوين. هذا كيبان زوين. ولكن شنو هو هذا؟ الليم. بغيت ثلاثة. هذا داك اللي تيكون عرفتي الليم. هي واش تقولي لي في الليم؟ قيل الليم كاملين السكر كيقولوا لي هنايا سميتو الليم واقيلا. سميتو الليم. هذا الليم هي هو كنقولوا له ما عرفتش. دير بحال الحمص بحال الله العظيم. حمص بركه بركه. عرفتوا البنات، كون كان السوق، السوق هنايا كيعمر عندهم نهار السبت. لو كان السوق لو كان مشيت جبت لكم زعما دويره فيه، عرفتي هاد السواق تيكونوا زوينين صراحه، ولكن ما كيعمرش زعما ديما، كيعمر عندهم غير نهار السبت. خدي شي حدا تكون مزيانه زيد. كيعرفو بالشو حرف بصح. لا لا ما عرفتش. لا عطيها ريحتها عرفيها زينه. ايوا صافي يلاه شوفوا الا قعدتي الا ما جات زينه تاكليها بزز منك. منين هي كتبقي ليها؟ لا لا المهم تا نقطعوها ونشوفوا. تجيك لي ستي زينتيه. الفرنسا كتقلبو فيه ديال ياك. انا كيعجبني تاع سميتو العبار، حسيتي فيه اللي بغيتي. بركة صافي لاجا البركة. جينا ناخذو البنات اللحم على قبل الكسكسو. كما قلت لكم غنديرو الكسكسو. يلا دابا دخلنا للدار، خليت البنات كيجمعو في المعان وداكشي. المهم داكشي غادي نديو معانا. انا جيت باش نوجد راسي، بغيت نقاد شويه شعري، ندير شويه ديال لي بوكل من التحت. جبت معايا واحد العبايه واعره بغيت ندير بها دي فوتو، حيت البلاصه اللي غنمشيو ليها فيها الربيع والطبيعه راكم عارفين تما ديال التصاور. باش نحط لكم هكا شي بوست زوين في لاباج انستغرام. بالنسبه لهاد عبايه بالنسبه لهاد العبايه ما بارطاجيتهاش معكم، حيت الا كتعقلوا داك انا كنت قلت لكم بلي كومونديت مع تمالي دايخه كومونديت ثلاثة د العبايات كانوا وصلوني جوج، وهذه عاد وصلتني مؤخرا، عاد غادي نبارطاجيها معكم. كتحمق كتجي دو بياس، خديتها من عند ارابيلا دريس لاباج اللي كنت بارطاجيت معكم اخر مره. البنات قسما بالله ما غيعرفش القيمه د العبايات اللي كاينين عندها الا اللي شدهم بين يديه وقاس لا كاليتي الثوب وشاف لا فينيسيون وشاف الخدمه كي دايره. كتقد عبايات خطيرين، انا حمقوني وعجبوني بزاف، داكشي شاركتهم معكم. وناويه نكوموندي وحده اخرى حيت بصح لا كاليتي زوينه، وانا العبايات كيعجبوني بزاف. رمضان كنبغي نلبسهم بزاف، براتيك تيجيو مستورين، تلبسي العبايه وديري الشال ديالك. حتى الا كنتي معروضه عندها عبايات ديال كد العراضه بحال ديك البيضه اللي كنت بارطاجيت معكم، هذيك فنه كنتي غدا معروضه كتبان لي لابسه متميزه، وكما قلت لكم في نفس الوقت لابسه شحال هذه محترمه وكتجي شيك في اللبسه. المهم انا عجبوني العبايه ديالها بزاف بزاف غزالين، عاودت كومونديت هذه. شوفوا لي شحال كتحمق، الديتاي ديالها خطير. بيان سور شوفوا ما تبانش لكم دابا تلبسها ان شاء الله. راه كتجي دو بياس التحتاني كيجي فيه هكا بحال الكولد القميله، باش عجبتني. عندها عبايات اللي مختلفين، ماشي بحال العبايات اللي كنشوف بزاف د البلايص. هذا التنبات البنات كيكون عندهم التنبات ديال اليد. شوفوا والثوب ما نعاودش لكم لا كاليتي ديالو شحال واعره وشحال مطلوق. كتجي طويله وكيجي فيها هاد الديتاي. غدخلي دخلي فوزية جايه كتسلت. ها انتم الباس كيجي فيها هاد الديتاي من هنايا، كتجي معقول مشدوده هكا بهاد الصديفه.
المهم خطيره صراحه. فوزي عجبها هذا الموديل قالت لي واعر وكيجي كيحمق في اللبسه ديالو. المهم كما قلت لكم ساعه المساعه تبان لكم ساليتو الجميع كملتو. انا اللي معطلاهم ديما دغيا دغيا غنسالي ما غنتعطلش. غندير شويه ديال البوكل هكا شعري الماكياج راه اصلا صايبتو الصباح ما غندير والو نقدر نبدل غير الغوجه على دغيا دغيا غادي نسرب على راسي نلبس العبايه وفاش نمشيو تما غادي نصورها لكم هكا من الوسط تشوفوها مزيان ان شاء الله. المهم نخليكم حيت باش نسربي راه قال كيتسناوني غير انا اللي بقيت معطلاهم. جبت راسي ولبس العبايه كما قلت لكم ان شاء الله حتى ندير لكم بها هكا لي فوتو باش تشوفوها مزيان. شوفوها كيفاش كتجي في اللبسه كتجي كتحمق زوينه بزاف بيان سور حاجه كتسمع حتى كتلبس ديما تنقولها لكم. وكيجي فيها الكول شوفوا بحال ديال لا شوميز عطيها واحد الجمال ديال الفنه. شوفوا كتجي مطلوقه بحال هكا كتجي مقبوطه من الكميمات المهم فنه 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 في اللبسه ديالها. انا ان شاء الله نحط لكم التصويره في انستغرام باش تشوفوا كيفاش طلعوا. واحد الجو يا البنات ما شهيتكم فيه. كاينه فطيمه ولا ما كايناش؟ كاينه واحد الجو يا سلام. حنا دابا غادي نصيبو نحطو شويه ديال التقيوتات بما طاب الغدا. جبنا الحلوه وشويه الفاكهه غنعمرو بريد ديال اتي يكون 5 5. تحيه للكاميرا وومن شتي يمعونانا او كل ما انا ما تفرجش في هذا الفلوق البنات يا اختي كاينه ولكن عرفت واحد الكاميرا. تحية للمساعدة اللي كتحط الفاكهة. ها هي. تحية انت اللي درنا لك التحية. البنات دخلوا عند فاطمة القناة ديالها راه تدير لكم تيار. فيكم البنات. كديري فلوق ولا لا؟ اليوم. صورتي شي فلوق؟ نسى واش قلتي لها كديري عامة تسوليها. لا لا اليوم ما تبعت لها واش كتصوري؟ اجي صور سلم على البنات سلم على البنات. نقول لهم السلام. دوري الكاميرا عندي دوري. هضر مع البنات هضر مع البنات ادم قول لهم لاباس فيكم سلام لا يا البنات احنا جبنا البابوش باش نطيبو انت وصفيا ايوا بصحوا الراحه الا مشيتو العيد وكليتو ايوا اجيو عندنا ما شديرو شي حفله اليوم صافي غيجيو عندنا كلهم صافي يلاه نديرو لكم الحلوه بصحوا الراحه. هاد العام ما كايناش حتى بزاف ما كاينش ربيع هذاك الشيء اللي قلت لهم هاد العام عقلتي العام اللي كنا جينا بارك الله بصح ما شاء الله كنت صورت لكم حتى البنات فلوق ديك الساعه وكانت الدنيا خضراء وزوينه ما شاء الله بصح عرفتي راه الخير كيجي غير مع الشتا بصح والله العظيم ايوا الله يرحمنا امين امين مشي شتيوا رزان عصام لا تتشوف رزان جات كدور معانا حتى الخجره زوينه حيت فيها رزان ضروري كويده هذيك الكويده شعلت امي الفخر شعلتي الفخر انا الفخر نصتي حادقه امي ضياء حادقه غادي نديرو لي بغوشي تاع البنات هما الاولين نحيدو بهم الجوعان نديرو الكسكسو حيت راه فطرنا بكري هاد النهار كنا الصباح الى لا لقينا فاطمه مولدة لنا القرص المسمن شتي والطبيله يا سلام غير ما صورت لكم الفطور ديال الصباح رزان تشوف العوينات عاجبه عليك شحال جمعات كاين انا منهم تاع هادو جوج لقيتيهم كنشوف قال لك نطيبوهم صوفيا خاويين خاويين طيبوهم ناكلوهم خاويين ما فيهم والو والو شوف شحال جمعات شوف هانتوما البنات حنا كيما قلت لكم جبنا حتى الكبده غادي نديرو لي بغوشيت نبداو بويده هي الاولى وبريري ديال اتاي بما طاب لينا كسكسو حيت راه غندوزو العشيه كلها هنايا ان شاء الله كسكسو ناكلو تا العشيه تا المور العصر. الوالد التخصص ديالو هو اتاي قاد لينا واحد البريلي ديال اتاي 5 5 ان شاء الله ياك كي داير الجو هنايا سلام ياك انا زوين الجو هنا الله يجي بارك في ديال الرحمه امين امين يا ربي يرحمنا من عنده ويجيب الرحمه يا ربي امين.
هاكي يا مولات الشوايه، هاكي عزلان مولات الشوايه. شنو سبق لي القلب هو الاول؟ هانتوما دارت القليب، حنايا اللي بغوا شيط راه قدوهم وخلاص. اتاي راه موجود واحد الجويه البنات، والله الا ما شهيتكم فيه غزال. ديما شربات هذيك انت ولا شربات هذيك؟ ياك بعدا واه احسن احسن حاجه، احسن حاجه هو تلك انت وي صراحه. اتاي واش من اتاي؟ والله الا بصح اتاي الشعره وما كاين هضره. كنشكرك اختي، درتي ليا كمون، درت ليا الكمون صايب لكم الصوصه. شنو راه زال محيحه ياك؟ هاك ادم عزلان، شنو الشعور ديالك وانتي في الطبيعه؟ انت راك تحمقي على الطبيعه. ما احلى الطبيعه. واش كاين بحال هذه الجلسه هادي؟ والله واخا تقلبي عليها السندوله واخا تبغي تشريها ياك بعدا، واخا تبغي تشريها ما كاينش، ما كاينش ما نعم بنتي. الرجوع الى الطبيعه احسن حاجه. سمعي صوفيا فوزيه، سمعي قالت لك ماما ديري لي عيد ميلادي هنا. صافي والله الا بغيتي نعلقوا لك الحلوه في هذوك الشجره اللي لي. شوفوا بعدا هي الشجره كامله على هذا ديال اركان، ماشي ديال اركان، كلشي هذا شجر اركان حتى هذا. كله كله وتبارك الله راه ولد اركان. اي واحد شجره تما عامره باركان. يلا شكون يبغى اركان؟ هذه واقيله ليه فيه هذوك باقي اركان خضر فيها مازال، مسكين ما يبس مازال ما طاح. راه تبارك الله الشجره كامله راه اركان. يلا لقطوا هذا ايوا اختي ديال مايلي. يلا يلا راه اركان ساوي اختي الفلوس. فلوس يلا عطحنوا اكثر من 500 درهم الليترو. اش بغيتي مازال راه غالي بصح. المهم حنا درنا لكم فلوغ قراوي بداوي واحد اللينا حتى هي راه غادي نوريها لكم. حنا تنخدموا هيا عطي جبنا اللبن بلدي بصح. انا غسلت الديسر وخليت فوزيه تقادو. مرحبا. عرفتي والله الا الجو يا البنات ما نعاودش لكم شحال غزال ما شاء الله. قالت لك بغات دير عيد ميلاد ديال ادم هنا. عيد ميلاد وصف هذه مثلا الارض ديال عائله راجل فاطمه، ديال عائله راجل فاطمه بصح. وهذه الارض ديالهم يعني ماشي اي واحد يقدر يجي لها بيان سيغ. حنايا زعما خذوا منهم الاذن ياك لا فاطمه. ضروري اللي بغى الارض يجي يدوز فيها النهار يجي عند فاطمه يهضر معاها. ماشي انا، ماشي عند انا اللي خدمت مربيه، ماشي عند رزان بتبكي. هو سيري اختي عند بنتك سيري. كلشي هو تيضرب هنا والله ماشي علينا كون فيه هي البنات سويت تبارك الله. صراحه تزوق لكم الجو واخا كتبان عليه ولكن هنا مبرد مظلل. نعم كاينه الظليله زوينه. شنو هي دابا هادي بالخزامه؟ لا عشبه هادي كحيله. اشنو شنو كيديروا بالكحيله؟ ديرها بحالي بالدرايله ضربها من البرد. اها فين لقيتيها؟ لقيتها لي انا. شو البنات النباته ديالها دايره بحال الخزامه؟ اي بحال الخزامه هي راه ما حرش. اه سبحان الله مزيان ما حرش. غيعرفوا انا ما عرفتهاش بعدا الكحيله البنات. اللي كتعرف الكحيله تكتبها لي في الكومونتيرات. قال لكم مزيانه البرد كدير مع الحليب وكيعطوها للدراري الصغار. لقيتها واقيلا انا بتغي هنا ياك؟
بينا بلديه بينا بلديه كتخضر من الواليده يا سلام والله الا فيها ما تقدر تزاد تقطو دابا زوين الله يعطيك الصحة بنينا هاد القصرية جاك البردة صوفيا ها تعمل هاديك الجاكيطة ديال من ديال باباك جاتك كسوة والله إلا ايوا محرتو لنا العشية هادي تحرك واحد البرد منعاودش ليكم حنا يلاه تغدينا دابا صراحة حيت أصلا كلينا هذاك القتبان ما درناش الجوع تقريبا شي 7 د العشية يعني عاد كلينا ديك الساعات الكسكسو طلعات يا سلام من داك الشرف ولكن تحرك البرد راكم عارفين دابا راه زانو هذا خصني ضروري نمشي باش ما تمرضش ليا عاوتاني يتحرك البرد مجهد مجهد هذا الشيء ولكن الحمد لله دوزنا عشية زوينة صراحة فهاد البلاصة هادي بدلنا الجو كومان واش كتسمعوني بعدا ولا كاين الريح كما قلت لكم بدلنا الجو ناري لا برد شوف السماق لي البرد السماق لي صافي دابا غادي نمشيو باش نجمعو داك الشيء ونشوف الطريق للدار ان شاء الله صافي البنات هي كنجمعو كيما شفتو معايا حتى الديسير راه ماكلوه كاع غيديو حتى للدار عند فاطمه عاد غياكلوه المهم حنا نقينا البلاصه فين كنا جالسين بيان سور ما خلينا لا زبل لا حتى شي حاجه اهم حاجه زعما الواحد ملي يكون خارج لشي غابه ولا شي طبيعه بحال هكا ما يخليش موراه الزبال ولا يخلي موراه الروينه زعما اللي كنا كنديرو كلنا بحال هكا ما عمر الروينه ما غتكون في هكا في الاماكن العموميه نهائيا بيان سور كيما قلت لكم غنقيو الدنيا مزيان مزيان عاد ان شاء الله نمشيو للدار عند فاطمه كيما قلت لكم حتى الديسر مازال كاع ما كليناه حتى تما ان شاء الله عندنا ناكلوه